السلام عليكم. من كثرة الأخبار والمباريات والبطولات في هذا اليوم، جئت لك اليوم لكي نتحدث عن ما يحدث داخل جدران برازيل الكرة المصرية وبرازيل العرب. من إحصائيات وأخبار وتفاصيل هي الأهم في هذه الحلقة. سنتحدث في هذه الحلقة عن الوفد الجديد واللاعب المغربي، وأيضا عن مصير شولونجو وإمريك موسو، وأيضا سنتحدث عن عودة الفريق الأول إلى التدريب الجماعي وما يحدث في التدريب الجماعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب، وأيضا سنتحدث عن الرسالة الجدلية أو ما يحدث من السوشيال ميديا من تضارب يؤثر على جمهور وكيان درويش الكرة المصرية. ولكن كل هذا سيكون في هذه الحلقة. ونتحدث أيضا في هذه الحلقة عن كأس مصر ونهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وكل هذا في هذه الحلقة. ولكن يا صديقي مش طالب منك كتير فرن، وأسأمر الاشتراك واللايك والسبسكرايب، هم من يدعموا هذه القناة، ولن تكبر هذه القناة إلا بدونه. وقبل ما نقول صلى على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، وانا انطلق في حلقة هي الآن عما يحدث داخل جدران برازيل الكرة المصرية وبرازيل العرب. ولكن قبل ما نبدأ في الحلقة، لا تنسى ان احنا عندنا مهمة هي الأصعب، ولا تنسى ان في سؤال في آخر الحلقة يا صديقي. لا تنسى ان عندنا مهمة ان احنا نوصل للمليونية في هذه القناة، وانا اعلم ان جمهور الإسماعيلي لديه الكثير والكثير، ونحن اكثر من الملايين الذي نبحث عنه. ده بالنسبة لجمهور الإسماعيلي أنا عارف إنه هو كتير وكتير قوي. ده بالنسبة للجمهور. فلا تنسى إن إحنا نوصل للعالمية مع بعض. ده بالنسبة لطلبي الوحيد عند جمهور برازيل الكرة المصرية. ونخش على طول في الحلقة سريعا. طبعا حسم مسؤول الإسماعيلي الاتفاق وليس التعاقد الرسمي، الاتفاق مع اللاعب المغربي هشام بوسفيان. المعلومات عندي من اكثر من شهر ونص، ولكن فيما يحدث من اكاذيب على السوشيال ميديا فانا ما بقتش احب اقول حاجه غير لما تبقى على الابواب. ده بالنسبه لما يحدث، لان احنا بنطلع نقول، وزي ما يكون في متربصين بينتظروا ان احنا نقول عشان ياخدوا ويوقعوا ويكسروا ويهدوا اللي احنا بنعمله. وانا بلوم اللي بيطلع او بيتكلم على الاسماعيلي او بيتكلم عن كيان درويش مصر قبل ما يحصل الحاجه. يعني في قنوات منافسه اللي هي بتتكلم عن الاسماعيلي بيطلعوا يقولوا اللاعب لسه ما جاش، منين انت قلت مضى 3 سنين ونص؟ اللاعب لسه ما جاش، اللاعب لسه في كلام. مسؤول الاسماعيلي بعث التذاكر للاعب هشام بوسفيان. اللاعب كان يلعب في الوداد ولعب في ملاجا الاسباني. اللاعب لديه 26 عام، مواليد 9/1/98، طول اللاعب 177، المركز مهاجم وبيلعب باك يمين. ده بالنسبة للاعب هشام بوسفيان. طبعا بيلعب برجله اليمين، لاعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي المغربي، لاعب لديه الكثير والكثير، لاعب جناح أيمن، لاعب رأس حربة صريح، لاعب بأكثر من مركز، لاعب تحت 9، لاعب بيلعب بأكثر من مركز، لاعب لديه الكثير والكثير. ولكن للمعلومة عشان الكل يبقى فاهم، اللاعب حتى الآن لن يحضر، ولكن سيحضر خلال الساعات القليلة القادمة، ممكن يحضر النهاردة أو بكرة. عشان ما تقولش الحبيب بيقول أي كلام، أنا ما بقولش أي كلام، تمام؟ عشان معظم القنوات التانية اللي بتطلع تتكلم بتتكلم بدون علم، إزاي هو مضى 3 سنين وهو لسه في بلده؟ يعني صاحب العقل يميز، لسه يجي هيقعد. طبعًا الكابتن علي أبو جريشة والكابتن إيهاب جلال مقتنعين جدا باللاعب، شافوا له كتير، اللاعب اسمه معروف بالنسبة لهم، فما عندهمش مشكلة. ولكن اللاعب وافقوا عليه لأن اللاعب فري، ولكن كانت آخر محطة ليه ملجأ الأسباني. ده بالنسبة لهشام بوسفيان. بس في حالة التعاقد الرسمي مع هشام بوسفيان، لأن احنا اتكلمنا ورجع للحلقات اللي قبل كده، هتلاقي إن أنا اتكلمت إن الإسماعيلي حاجز مقعتين على سيستم اتحاد الكرة لاثنين لعيبة فقط. بالنسبة لأموسو بالنسبة لشلونجو وإمريك أموسو في حالة تعاقد مع بوسفيان، واحد من الاثنين بس هيكون متواجد مع هذا اللاعب. من سيكون متواجد عشان بيطلع أخبار على السوشيال ميديا إن الكابتن إيهاب جلال
مش مقتنع بإيميريك أوموسو رغم أدائه الجيد أمام الشهداء وأحرز هدف وصنع هدف، ولكن ولدي الكثير لا يبدون. قلت لك ارجع في الحلقة اللي فاتت، قلت لك على السي في بتاع هذا اللاعب، لاعب أكثر من جيد، ولكن مش عايزين نصدق أكاذيب السوشيال ميديا والإعلام الفاسد الذي يريد هدم هذا الكيان. ده بالنسبة للإعلام وما يحدث، ومش ده بس، عشان تعرف ان في اكاذيب كتير. انت تصدق السوشيال ميديا ولا تصدق والد اللاعب؟ طبعا بعد الرساله الغاضبه التي اثرت على بعض جمهور الاسماعيلي، وانا اعلم جيدا ان جمهور الاسماعيلي عنده وعي كروي وعنده وعي عما يدور من اكاذيب على السوشيال ميديا، خرج طبعا رساله جدليه بان اللاعب اياد العسقلاني لاعب ستيفا الروسي تعاقد رسميا مع الاهلي لمدة 3 مواسم ونصف. دي رسالة جدلية وليس حقيقية. وخرج والد اللاعب على صفحته الشخصية وقال لك كلام ليس صحيح بالمرة، كل الكلام مستهلك وليس له أي معنى من الواقع، الحمد لله دائما وأبدا، الكل يعلم أني إسماعيلاوي أبا عن جدا، واسألوا التاريخ. ده رسالة والد اللاعب إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي. الراجل عاشق لكيان الدراويش، عاشق لبرازيل الكرة المصرية، وما يحدث أكاذيب إعلامية. لو اللاعب مضى، لو اللاعب مضى، أنا هقول لك إن اللاعب مضى. أنا أعرف إن باهر المحمدي قبل ما يمضي لمصر، أعرف إن هو مضى لمصر من شهر وهو في إيطاليا. كان في النمسا، اسف، كان في النمسا، سافر النمسا ورجع مضى وخلصت الموضوع في السريع. ده بالنسبه فيرل عسقلاني لو مضى، انا هقول لك ان هو مضى دغري كده. وبعدين احنا هقول لك على حاجه، احنا بعناه خلاص، اللاعب اتباع، بس احنا عندنا غلطه. الكلام ده انا قلته في حلقات قبل كده، ارجع لحلقاتي قبل وقبل وقبل، اتكلمت كتير في القصص دي. من المفروض مسؤول اسماعيلي عند بيع اي لاعب لاي فريق مهما كان هو ايه، يكون في شرط في التعاقد، بالذات المحترفين يعني الاحتراف، يكون في بند في شرط التعاقد في حاله اللاعب رجوعه الى مصر، من حقه ان يلعب للفريق الذي خرج منه، واذا لم يلعب لهذا الفريق عليه دفع 20 مليون جنيه. البند ده موجود في عقد محمد شريف لاعب الاهلي، عشان نبقى واضحين مع بعض. لو جه من الخليج السعودي لا يلعب في الاهلي لا يدفع 20 مليون. ده بالنسبه طبعا زي ما قلت لك في حاله ان اللعيبه دي بوسوفيان هيمضي، يبقى اريك اموريك اموسو وشرونجو واحد منهم هيكون موجود والتاني هيكون خارج حسابات الكيان، لان دول احنا ما عندناش غير مقعدين بس. طبعا عوده الفريق الاول للتدريب استعدادا لمباراة المقاولون العرب النهارده، كان اول يوم الساعة 5 اتدرب الفريق الاول، كان تدريب تكتيكي وفني ونواحي خططية ونحو نواحي كده للاخطاء او للاخطاء الساذجة من الدفاع ولتحسين اوضاع الهجوم الاسماعيلاوي. ده بالنسبة للتدريب، كان النهارده الساعة 5، استمر لمدة 60 دقيقة. التدريب كان جيد، كان في شغل جامد في التدريب طبعا، اللعيبه كلها ما عدا المصابين طبعا، اتكلمت ان فوزي ومخلوف كانوا بيتدربوا ولكن منفردين، ما كانوش مع التيم الاساسي. ده بالنسبه ل طبعا الاسماعيلي عنده مباراه صعبه يوم السبت القادم مع المقاولون العرب في الرابعه عصرا على استاد الجبل الاخضر. ده بالنسبه للمقاولون العرب ومباراه الاسماعيلي القادمه. طبعا مسؤول الاسماعيلي بيقول لك ان ايهاب جلال مشروع 4 سنوات، مش شهر او 2، ومش هننهي المشروع الا بعد مرور ال4 سنوات، يعني مش هنحكم على هذا المشروع الا بعد 4 سنوات، يعني ايهاب جلال مستمر مع الكيان. ده بالنسبه طبعا انا ما اقدرش اقول غير عليه، المعلم صالح جمعه يضع فريقه في الأسبقية في آخر لقاء له. المعلم صالح جمعة يصنع هدفين ويقود كرخة
بالعراقي بقيادة كابتن هيثم شعبان للفوز على النفط بهدفين مقابل هدف، صنع الهدفين وواخد رجل المباراة في هذا اللقاء صالح جمعة يؤدي أداء أكثر من رائع، وإحنا خسرنا اللاعب ده على الأقل مع فريق كراخ العراقي آسف. فطبعا أنا عارف إن صالح جمعة لاعب جيد، الالتزام كان هيبقى أفضل، كنت منتظر إن هو يفضل موجود في الكيان، كان محتاج وقت أطول من كده ولكن إصابته اللي طولت، فنتمنى له الأفضل في فريقه. ده بالنسبة ليه طبعا، ده بالنسبة لأخبار التراويش واستعداد الإسماعيلي للمباراة والصفقات الجديدة. طبعا ندروسة دل... لا آسف حكم مباراة نهائي، حكم مباراة نهائي كأس مصر طبعا، كان اتحاد الكرة المصري حابب محمد معروف يكون حكم، وبعد كده راح للأسباني ريستافو اللي حكم نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن لم تكمل، معرفوش يجيبوه، عنده ارتباطات بدوري أبطال أوروبا، ولكن استقروا على أن الحكم أندرسون رودان رودناكو أندرسون دورناكو أندرسون دورناكو حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الساعة 7:30، كان من المفروض أن تكون الساعة 8 ولكن بتوقيت مصر ستكون في 7:30 يوم 8 مارس القادم في المملكة العربية السعودية ملعب الأول برك تحت رعاية ترك آل الشيخ، مباراة ستكون هي الأهم بالنسبة لعاشقي الزمالك وبالنسبة لعاشقي الأهلي، والكل يتمنى أن يفوز ونحن نتمنى أن نرى مباراة تليق باسم فريقين، ونريد أن تكون مباراة هي الأفضل عن الكرة المصرية، ستكون هي علامة للكرة المصرية. ده بالنسبة للمباراة. طبعا مباراة اليوم انتهت منذ قليل، مباراة طلائع الجيش والداخلية، وستنطلق بعد قليل مباراة سموحة والمصري، والأهم والأهم وهو مباراة دوري أبطال أوروبا اليوم في 10 مساء في لقاءين هما الأهم، بايرن ميونخ ولاتسيو، بايرن ميونخ الجريح الذي انهزم في إيطاليا بهدف لا شيء من لاتسيو سيقابل اليوم في المانيا وفي عقل داره لاتسيو في مباراه هامه في 10 مساء، وايضا في نفس التوقيت سيقابل باريس سان جيرمان ريال سويداد، ريال سويداد المباراه دي في اسبانيا على ارض وسط جمهور، ولكن انهزم في فرنسا من باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء، مباراه هامه، وايضا ستكمل هذه اللقاءات غدا في 10 مساء. وفي دوري ابطال اسيا مباراه ديربي سعودي 100% في 8 مساء بين الهلال السعودي واتحاد جده متروفيتش وكريم بنزيما، مباراه هامه وليس الاولى، دي ثالث مباراه على التوالي صدام بين الفريقين، وفي الاخر بتحسم للهلال صاحب الثورات والجولات. ده بالنسبه ل قبل ما نقفل حلقتنا، طبعا كان في حادثه النهارده لنجم الاسماعيلي محمد لا محمد هاشم، حادث بعربيته على كوبري نفيشة وانتقل على أسرها إلى المستشفى العام، نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى لكل عاشقي ومحب الإسماعيلي في كل مكان الأفضل، ونتمنى لبرازيل الكرة المصرية أن يكون في المكان الذي يليق به، وأتمنى من كل حباب الحريف في كل مكان وكل عاشق الكرة البرازيلية إن أنت تشترك يا صديقي في القناة وتفعل زر الاشتراك وتكون متواجد عندي باستمرار، وان انت تتابعني باستمرار، وان انت تدعم هذه القناه، لان لن تكبر هذه القناه الا في وجودك. فاشترك منك كتير، فعلا بس امر الاشتراك واللايك والسبسكرايب هم من يجعلوا هذه القناه تكبر، ولا تنسى ان احنا عندنا تحدي كبير. سؤال الحلقه قبل ما اقفل عشان ما انساش، من هو افضل مدرب اجنبي مسك الاسماعيلي في تاريخه؟ افضل مدرب اجنبي مسك الاسماعيلي في تاريخه، ده سؤال حلقه اليوم. لا تنسى ان احنا عندنا مهمه، لا تنسى ان احنا عندنا مهمه تحريه ان احنا نوصل للمليونيه،
بلاش اقول لك يا صديقي، يوم سعيد وانتظرني غدا في حلقة ستكون اكثر اثارة واخبار واهمية. بلاش اقول لك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.